بسم الله الرحمن الرحيم، ومرحبا ودرس جديد وموضوع جديد على قناة مصادر الحياة، قناة كل الأسرة وقناة الإفادة والتعليم في كل المجالات. ودرسنا النهاردة والفيديو النهاردة بيتكلم عن إزاي معرفة الرجل الكتوم الذي يكتم حبه، ونتعرف على صفاته. بطبيعة الحال أن يعني مفهومنا عن الرجل الكتوم بأنه رجل جامد لا يعرف المشاعر ولا يمتلك أي مشاعر، وهي في الحقيقة فكرة خطأ، لأن الرجل الكتوم به مشاعر وعنده، ولكن لا يخرجها إلا في وقتها. في أغلب الأحيان الشخص الكتوم يمتلك مشاعر أقوى من الشخص المنفتح أو الاجتماعي، ولكن يصعب التعرف على اهتماماته وتوجهاته، ومن هنا بنحكم عليه بأنه جامد المشاعر. بالتالي قد تواجه السيدات في تحديد مدى اهتمام الرجل الكتوم بها، يعني تجد مشاكل، هل هو مهتم بي مش مهتم، تقع في حيرة، لأن الرجل الذي وقعت في حبه هو رجل كتوم الحب. الرجل الكتوم يختلف قليلا من يعني في الغيرة عن الرجل العادي، باختلاف طريقته في التعامل مع الأمور، ولكن ليس من الصعوبة أن تكتشف المرأة حقيقة الرجل الذي يكتم حبه. ومن هنا بقى بنتعرف على بعض علامات الحب عند الرجل الكتوم. أول حاجة الشخصية. الرجل الكتوم عندما يحب هو أصلا في الأصل رجل انطوائي خجول في بعض الأحيان، لما يقع في الحب بيفقد هذه الصفات. بيفقدها مع مين؟ مع من يحب فقط، ويصبح يعني شخص منفتح جدا مرن، ويتعدى الأمر بأنه بيتصرف تصرفات جريئة لا تتوقع يعني لا نتوقعها منه، وفي نفس الوقت لا يقدم على هذه التصرفات إلا يعني الرجل الجريء. في الغالب يعني الرجل الكتوم يعني قليل الكلام، لا يتطرق إلى الحديث عن الماضي حياته إلا مع الشخص الذي يحب، يعني تجلس معاه لا يحدثك أبدا عن الماضي، ولكن يحدثك عن الوضع الحالي. لكن إذا أحب بيشارك من يحب في الماضي إلى أقصى درجة. الرجل الكتوم يهتم كثيرا بالتفاصيل البسيطة، يعني كل حاجة بسيطة يحب يعرفها مع من يحب في كل الأوقات. ليه؟ لأن الرجل الكتوم بيشعر بأن شريكة حياته أو شريكته دي جزء منه، لا يجب أن تنفصل عنه ولا يمكن أن تنفصل عنه. الرجل الكتوم بالنسبة للتفكير يعني يقال عنه أنه بيفكر بصوت مرتفع، ولكن يطلق على الشخص الكتوم انه افكاره غامضة يصعب تحليلها، نادرا ما يمكن التنبؤ بتصرفاته. ولكن اذا اراد الشخص الكتوم ان يعبر عن حبه بيقوم بتفسير افكاره او حتى التفكير بصوت مرتفع خلال تواجده مع من يحب، وبيكسر كل الحواجز الغموض، وبتتطور العلاقة إلى مستويات أعلى. الرجل الغيور أو آسف الرجل الكتوم يعني عنده عفوية، يتصرف تصرفات عفوية في الغالب، يعني تصرفاته هذه تأتي مع من يحب فقط، لأنه مع غير ما من يحب تكون تصرفاته مدروسة، من النادر أن أتصرف
الرجل بعفوية، ولكن الأمر بيتغير زي ما قلنا مع من يحب، فهتلاقيه بيتصرف بتصرفات عفوية، و يعني يكون منفتح تماما مع من يحب، وده اللي بيوقعه في بعض الأحيان، في بعض الأحيان في الأخطاء، وهي يعني الأخطاء مع من يحب، وهي أخطاء غير مقصودة. دي كانت يعني علامات الرجل الذي يكتم حبه، وطبعا هو رجل ليس كما يعرف الناس عنه أنه رجل جامد المشاعر، ولكن الرجل عنده مشاعر، ولكن تخرج مع من يحب. صفاته وطباعه بتختلف مع الناس اختلاف كلي وجزئي بين الناس وبين من يحب. في النهاية إذا عجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتدعمنا بكلمة لايك وكتابة التعليقات، ونتمنى لكم كل الحب والسعادة، وإلى أن نلتقي في فيديو آخر لكم مني كل الحب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.